إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نسأل الله النجاة والعتق لنا ولكم وللمسلمين أجمعين من النار ومن كل قول أو فعل قرب إليها أو سلك مسلكها. ثم أما بعد، فإن من حكم الله ورحمته بالعالمين جل وعلا أن أرسل إلى هذه الأمة رسولا بالمؤمنين رؤوفا رحيما عليه الصلاة والسلام، فقد جعل جل وعلا رحمة رسول الله سيدنا وسيد الأولين والآخرين محمد بن عبد الله، جعل الله رحمته نعمة كبرى للناس أجمعين، لأنه عليه الصلاة والسلام ما دعا إلى الله جل وعلا إلا بالرحمة، وما نطق عليه الصلاة والسلام إلا بالحكمة. ما كان رسول الله منفرا ولا معنتا، وإنما كان عليه الصلاة والسلام رفيقا رحيما. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين، رؤوف رحيم عليه الصلاة والسلام بأبي وأمه عليه الصلاة والسلام وعلى آله وأصحابه الأطهار الكرام. كان رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا ارتد قومه بين يديه رافضين دعوة الخير حزن، يحزن ويأسى ويأسف لما وجد من عنت، عزيز عليه ما عنتم، لما وجد من عنت الرافضين لدعوته من الناس أجمعين. فكان أحرص ما يكون على أن يبلغ الخير وعلى أن يبلغ النور إلى أقصى مدى في العالمين بما وزع الله جل وعلا في قلبه من رحمة بالمؤمنين، رؤوف الرحم. وحري بنا نحن أتباع رسول الله عليه الصلاة والسلام، أمة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، أن نتلقى دعوته هذه الرحمة تلقي الكرام لا تلقي اللئام، لأن ما يستجيب للكريم الكريم، وإنما يصد دعوة الكريم اللئيم. يعني حينما يأتيك كريم من أهل الكرم ومن أهل الخير والسعدد فيكرمك، ما ينبغي أن ترد دعوته، لأن ما كما ذكرت يستجيب لأهل الكرم الكرماء، وإنما يرفض دعوة الخير اللؤماء مع الأسف. ورسول الله عليه الصلاة والسلام يصور لنا علاقته بأمته بالناس أجمعين إلى يوم القيامة تصويرا عجيبا، فيه ما فيه من بلاغة التعبير النبوي الكريم الدالة على هذه الرحمة العجيبة العميقة التي جعل الله في قلبه على هذه الأمة. وقد كان عليه الصلاة والسلام أرحم من الأمة بوليدها الرضيع في حديث عجيب رواه الإمام البخاري ومسلم وأصحاب السنن والمسانيد عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه وجابر بن عبد الله صحابيين الجليلين، كلاهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما،
إنما مثلي ومثل أمتي كرجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حولها جعل بالحق. هذا مثل لطيف عجيب يضربه رسول الله صلى الله عليه وسلم لوظيفته الدعوية باعتباره نبيا مرسلا بالرحمة. إنما مثلي ومثل أمتي، أنا وهذه الأمة التي أرسلت فيها نشبه أن نكون كرجل استوقد نارا، واحد الإنسان شعل واحد النار واحد العافية ليضيء المكان، يعني الغرض ديال إشعال النار إضاءة المكان. فلما أضاءت ما حولها أي تلك النار جعل بالحق، أي جعل يبين الحق. وقد كانت العرب قبل بما كان عندها من كرم توقد النار على قمم الجبال هداية للحيارى والسالكين الصحارى، يعني أهل البادية من العرب الأقدمين كل قبيلة حدا واحد المرتفع من الأرض جبل أو مرتفع كيشعلوا فيه واحد الشعالة ديال العافية باش الإنسان اللي غادي دايز في الصحراء تالف ومضر كيشوف هذيك العافية ويقترب ليعلم أن هنالك سكانا، حتى إذا جاءهم أكرموه وأرحموه بما لديهم من قوت أو ماء. ورسول الله عليه الصلاة والسلام يضرب هذا المثال كرجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله جعل بالحق. فقال متما ومتمما عليه الصلاة والسلام: فجعلت الجنادب والفراش يقعن فيها وهو يذبهن فيغلبنه فيقتحمن فيها. يعني لما أضاء ذلك الرجل هذا المثال لما شعل النار وأضاء ما حول المكان جاءت الجنادب، يعني هذاك الجراد الصغير، والفراش فراش، لأن الجنادب والفراش يشوقه النور، يعني النور كيجذب هذه الحشرات معروف، فجعلت تقترب من النور وهي لا تدري أنها هنالك نارا. والرجل الذي أوقد النار إنما أراد النور، لم يرد إهلاك هؤلاء الحشرات، فجعل يذبهن، بدأ يدفع في هذه الحشرات وذاك الجراد الجنادب والفراش الجميل، لكن لكثرته ولأن هذه الحشرات تصر على أن تقتحم فإنها تغلب هذا الرجل فتقع في النار وطبعا فتحترق. قال رسول الله سيدنا وحبيبنا عليه الصلاة والسلام: فذلكم مثلي ومثلكم. هذا هو المثل تقريبي تشبيهي لوظيفته عليه الصلاة والسلام: فذلكم مثلي ومثلكم، أنا أذبكم عن النار آخذ بحجزكم عن النار، أن هلم عن النار هلم عن النار. النبي عليه الصلاة والسلام بما أعلمه الله برسالة الغيب أن هذه الأمة أن الناس إن لم يعطوا الله حقه وإن لم يؤدوا لكل ذي حق حقه فإنهم سيضلون ويكفرون ومآلهم إلى النار. وجاء رسول الله عليه الصلاة والسلام بالنور لكن الناس يتركون النور ويصرون على الدخول إلى النار. فقال عليه الصلاة والسلام: فذلكم مثلي ومثلكم، أنا آخذ بحجزكم. الحجز جمع حاجزة وهي المكان ديال الحزام في النص، لأن يعني الإنسان ملي كتشدو في النص ديالو في محل الحزام ديالو كتكون شدو بقوة كتحكم في القوة ديالو، فهو يأخذ بحجز الناس بقوة. ولكن قال عليه الصلاة والسلام: فتغلبوني فتقتحمون فيها أو تقحمون فيها، في رواية أخرى تفلتون من يدي، تفلتون من يدي عليه الصلاة والسلام. يعني ما أرحمه بهذه الأمة، ما أرحمه بعباد الله، وقد أرسله الله عليه الصلاة والسلام، أرسله الله جل وعلا رحمة للعالمين حقيقة. مثل فيه من الرقة، فيه من العطف، فيه من المودة، فيه من الرحمة،
ما لا قبل لأحد من البشر به عليه الصلاة والسلام. يعني ينادي في هذه الأمة: هلم عن النار، هلم إلي، اقتربوا مني، تعالوا إلي، ابتعدوا عن النار. وهو يزب الأمة، يحمي على قدر ما استطاع، يدفع الناس عن أن يقتحموا في هذه النار، لكن الناس يصرون. الإنسان مصر على أن يقتحم الشر، وعلى أن يدخل في الظلمات، وعلى أن يقع في النار لا في النور. فتغلبوني، فتغلبوني وتقحمون فيها، تفلتون من يدي. والحديث كما ذكرت متفق عليه، وهو عند أصحاب السنن جميعا وغيرهم من المسانيد. هذا الحديث العجيب الذي يبين أمرين كبيرين، وإلا ففقهه لا يكاد ينحصر. يبين حرص رسول الله عليه الصلاة والسلام على هذه الأمة، يبين رحمته، يبين محبته، ويبين بناء على ذلك ما كان ينبغي على هذه الأمة. علينا نحن إزاء هذا الرسول الكريم من حقوق، وأول حق وجب أن نؤديه لرسول الله عليه الصلاة والسلام أن نقبل هديه. يعني هذا الحديث لا يشعرك بالخوف وحسب، لا يشعرك بالرجاء وحسب، ولكن يشعر الصادقين بالخجل. خجل يعني عيب، عيب على الإنسان أنه رسول الله عليه الصلاة والسلام جاءك بالحق، جاءك بالرحمة، وهو حريص كيتأسف، كيتأسف عليه الصلاة والسلام، كيتألم. فلعلك باخع نفسك على آثارهم وأن لا يكونوا مؤمنين. يبخع نفسه يعني كيتألم داخليا، يشعر بالأسى بالحسرة، كما قال الله جل وعلا: يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. هذا الرسول الذي يحرص على نجاتنا نحن، على خيرنا نحن برحمته التي جعل الله في قلبه، يهدينا، يعطينا هدايا، هدايا الرحمة، هدايا المودة، ومع ذلك نعرض ونرفض هديته، وهو عليه الصلاة والسلام أرحم الخلق، أرحم الخلق بعباد الله جل وعلا. يعني فعلا الإنسان المؤمن حينما يخالف هدي رسول الله وأمره ونهيه، يعني بغض النظر عن قضية العقوبة والحساب، في ذلك سوء أدب، سوء أدب مع هذا الرجل العظيم سيدنا وسيد الأولين والآخرين، الذي رفعه الله منازل فوق جميع الأنبياء. يعني رجل عظمته عند الله ومنزلته أعلى منازل الإنسانية مطلقا، كما في الحديث الصحيح: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة. يجي عليه الصلاة والسلام من تلك المنزلة الرفيعة العالية ليذب الناس، كل الناس، أنا وأنت، عامة الخلق عن النار، يأتي بهديه، يعرضه على العالمين أن هلم عن النار، هلم عن النار فتغلبوني. وهو يأخذ بحجزنا اللي قرطو يشد فيه بقوة. وتصور هذا التشبيه النبوي اللطيف، هو شدك، شدك بقوة وانت كتمطر، فتغلبوني، تقحمون فيها، تفلتون من يدي. راه شدك ومع ذلك تفلتلو، تفلتون من يدي. بأبي وأمي هو من رسول كريم بر رحيم، حقه علينا أن نبر دعوته. أولا أن بر دعوته، الدعوة ديالو، التعاليم ديالو عليه الصلاة والسلام، الوصايا ديالو عليه الصلاة والسلام، وجب أن نبرها، أن نقوم بحقها، فذلك أفضل على الإطلاق، أفضل ما تؤديه من الحقوق التي عليك لرسول الله إلى رسول الله. اللي بغى فعلا يؤدي الحق ديال سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام بما له من حقوق كثيرة، حقوق علينا كثيرة، من الصلاة والتسليم عليه إلى غير ذلك مما نص عليه الكتاب والسنة، ولكن أرفع حق أنك حينما تسمع نداء رسول الله وجب أن يقع بقلبك حياء،
يعني يكون المؤمن فيه حياء من أن لا يستجيب، أن يخجل من أن لا يستجيب لهذا الرسول الكريم البر الرحيم عليه وعلى آله أفضل الصلوات والتسليم. وهذا الحديث فيه فائدة أخرى إلى جانب الأولى التي ذكرت، وهو أنه عليه الصلاة والسلام كيبين لنا الحرام كيف طبيعته. طبيعة الحرام مزدوجة، هي نار نار لكنها تشع بالنور. وكذلك الحرام له شهوة مغرية زين للناس، زين حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث إلى آخر الآية. فمن أخذ هذه النعم بحقها فقد نجا، ومن زين له وجهها المحرم فقد هلك. والحرام لا يشبع أبدا. رغبت الإنسان اللي وقع في الحرام من حرام الأبضاع أي الزنا أو المال أو أي شيء من أنواع الحرام، يظن بأنه يعني واحد الوقت غادي يكتفي، غادي يأخذ زعما واحد النصيب ويشبع، أبدا. لأن الحرام أشبه ما يكون بالماء المالح الحار، مالح وحار ماء، عمرك ما توجد الري منه، لا يروي عطشا أبدا، تشرب البطن ديالك ينتفخ ويسقل بالملح والعطش يشتد ويزداد. وكذلك حتى يغرق الشارب لهذا الماء بالمصائب من الأمراض فيكون الهلاك، نسأل الله العافية. ولذلك غلط الإنسان اللي كيظن بأنه بالزنا يشبع شهوة، بالمال الحرام يسد خلة، أبدا أبدا. الحرام لا ينفع لأنه داء، وما كان الداء ليداوي، ما عمر المرض ما يداوي. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بيّن لنا فعلا أن هذه الشهوات التي تسعى إليها البشرية التي جاءت في المثل بالجنادب والفراش، إنما هي خطفها النور، هي شفت غير النور، ولكنها لا تدري في أنها إنما تقع في الهلاك، فتقع في النار فإذا بها رماد بعد ثوان أو دقائق تصبح فحما أو رمادا. كذلك الإنسان الذي يقبل على هذه الشهوات على أساس أن يشبع رغبة أو غريزة لن يشبع، وإنما الذي يشبع الحلال هو وحده، والواقع دال على هذا، الحلال وحده يشبع. وسبحان الله العظيم، حياة المؤمن فيها بركة، المؤمن يشعر ببركة في الوقت، الوقت فيه بركة عنده، يشعر لأنه عنده إحساس بالحياة قوي عظيم، يشعر ببركة في الرزق. وهذه الأمم التي لدينا لها، انظر إلى حالها مع الشهوات، كيف ما عندهم موازين، ما عندهم حدود، ما عندهم نظام أخلاقي. الأمم الأخرى من غير المسلمين يتقلبون في الشهوات من النساء وغير ذلك من المخدرات، يعني كل أنواع الشهوات تناولوها ولا يزالون. هل شبعوا؟ أبدا. يعني حتى انتقلوا إلى الأوساخ، إلى الأشياء التي يستقذرها الذوق البشري الطبيعي، يعني آمالا في أن يجدوا شبعا، يعني باش يشبع لا يشبعهم شيء، لأن الحرام هذه طبيعته. قلت كلمة الماء المالح المر الحار الضار لن يشبع صاحبه أبدا. وإنما العاقل من خلى إلى نفسه وتدبر أمر حياته وراجع سلوكه، وراجع بعقل، بالعقل وبالتدبر والتفكر، يراجع مصيره، إلى أين أنت ذاهب يا عبد الله؟ هذا عمرك يتفلت من بين يديك يوما يوما، وأنت غارق في الشهوات، في الشبهات، في الموبقات، ولا تكاد تشبع. ما عمر الإنسان اللي عايش في الحرام ما يكون اليوم ديالو أحسن من البارح أبدا، بالعكس أسوأ وأشقى. المظهر ديالو يعني يخلعك، لأنه مظهر النار، مسير، فيه ضوء، فيه ضياء، فيه نور، مظهر مسير، لكنه في واقع نفسه
يعيش احتراقا يوميا. ومن اقترب من أمثال هؤلاء أو مسه شيء من جحيمهم أدرك أنهم يتعذبون في الدنيا نفسيا واجتماعيا وخلقيا وسلوكيا، لا يجدون راحة ولا قرارا، لأنما الإيمان وحده يعطي للمؤمن السكينة برزق قليل نافع كاف وباقتناع وبقناعة بما قسم الله جل وعلا من الرزق في النساء والولد والمال والحياة بصفة عامة. يتحرى العبد مواطن المباح مما أحل الله له فيجد في ذلك نعمة، بل يجد عبادة لما يأكل ذاك الطعام الذي قدره الله له من الباب المشروع له، كيوجد بأنه يعبد الله بذلك، لأنه يدخل إلى الحلال من باب الإذن. وهذا معنى لطيف تحدث عنه الربانيون من هذه الأمة، كتشعروا أن تشربوا الماء أو تأكلوا زيتونا أو أي شيء بسيط مما تظنه بسيطا وأنت تجد له حاجة، يعني تشرب على عطش ماء حلالا زلالا أو تأكل على جوع طعاما قليلا تجد لذته ولا كأي لذة من أشهى الطعام والشراب، وتجد بذلك أن الله فعلا قد أنعم عليك بما بأن آذن لك لتأكل هذا الطعام. يعني ربي تعالى آذن لك، خلقك وخلق لك هذا الطعام، وأنت إذ تطرق باب رزقه وهو الرزاق ذو القوة المتين كتدق على باب الله سبحانه جل علاه من باب طلب الرزق واسمه الرزاق، أو طلب الشفاء واسمه الشافي، أو طلب الرحمة واسمه الرحمن الرحيم، فيتفضل عليك سبحانه بما علم من صدق توجهك ومن إخلاص دعائك وطلبك، تجد أنك فعلا على تجاوب بينك وبين الرحمن، وتلك لعمري أفضل النعم. رسول الله عليه الصلاة والسلام علمنا، وقبل ذلك رب العالمين أمرنا أن نصلي ونسلم على سيدنا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك الإنسان يتأمل، وسيدنا رسول الله، سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام يعني محتاج، سبحان الله، محتاج حتى نصلي عليه احنا ونسلم عليه عاد يرفع الله تعالى المنازل التي رفعها؟ أبدا. الله قد أعطاه ما أعطاه بدوننا نحن، ووعده ما وعده من عنده سبحانه وتعالى تفضلا وإنعاما، فأكرمه وكرمه أيما تكريم. وإنما صلاتك أيها العبد وسلامك على رسول الله إنما فضل ذلك يرجع إليك، إلي وإليك. من فوائد ذلك بغض النظر عن الأجر المترتب، لأنك من تصلي وتسلم عليه مرة يصلي عليك هو عليه الصلاة والسلام ويسلم عليك عشرات المرات كما ثبت في الصحيح، وهذا المعنى متواتر في الأمة. ولكن بصلاتنا وسلامنا عليه نتذكر حقه علينا، حقه علينا، أو ليس الذي هو بلغ، أو ليس الذي هو جاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، أو ليس هو عليه الصلاة والسلام الذي تحرق قلبه وتألم وجدانه حينما رأى ما رأى من واقع أمته آنذاك من إدبار عن الحق، ومما أطلعه الله عليه من الغيب من الفتن التي تلحق الأمة بعد زمانه إلى زماننا هذا وإلى ما سيأتي في مقبل الأيام. وهو بذلك عليه الصلاة والسلام ما فتئ يعلم ويربي، يعني أشياء عجيبة حقيقة. يعني تصور إنسان كيخدم من أجل بشرية لم تخلق بعد، أي إنسان هذا؟ يعني شيء عجيب. هو عليه الصلاة والسلام ضمن الجيل دياله، فكان خير جيل كان في التاريخ أصحاب سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، أحسن طبقة من الناس، ومع ذلك رفد الهم سيدنا محمد، رفد الهم الجيل اللي جاي من بعد حتى لهذا الجيل اللي احنا هما والأجيال التي تأتي.
فنبه على الشرور والفتن التي تأتي وبين مسالك النجاة. والأحاديث في ذلك لا تكاد تنحصر من فتنة المسيح الدجال إلى غيرها من الفتن، ويوريك ويعلمك ها الفتنة ها كيفاش داير الشكل ديالها، ها الأمارات ديالها، ها العلامات ديالها، هلم عن النار هلم عن النار. أو ليس حريا هذا الرسول بأن نقبل دعوته وبأن نجعلها على تاج القلوب في أفئدتنا؟ حق رسول الله علينا عليه الصلاة والسلام ليس في مجرد كلمات ننطقها، وإنما هذه التصلية وهذا السلام يجب أن ينبهنا أيها العباد إلى قيمة هذا الرجل العظيم الذي بعثه الله جل وعلا رحمة للعالمين. عيب أنه تلقى سيدنا رسول الله يوم القيامة وقد أعرب عنه، يشوفك ويدور وجهه، غريب صعب عليك، لأنه رجل محب محبوب، لأنه رجل ضحى وتعلم في الدنيا وابتلي، تحمل الأذى المادي والمعنوي من أجلي ومن أجلك. ولذلك كان حريا بنا أيها العباد أن نقرأ سيرة هذا الرجل ليس بعيوننا وحسب، ولكن بقلوبنا، حتى نقدره قدره. وإذا قدرناه قدره قدرنا رسالته التي جاء من أجلها وعاش من أجلها ومات من أجلها عليه الصلاة والسلام بأبي وأمه. اللهم صل وسلم على المصطفى سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم يا ربنا ارزقنا عزائم الحق، عزائم الصلوات والأذكار، عزائم الأوقات والجماعات والمساجد والصلوات. اللهم ارزقنا عزائم الخيرات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا عزائم الخيرات. اللهم ارزقنا أبدانا مقواة قوية على العبادة، قوامة صوامة ذاكرة شاكرة لأنعمك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم ارزقنا في قلوبنا كرم الأكرمين، نعوذ بك أن نكون من اللؤماء، نعوذ بك أن نكون من المجرمين، نعوذ بك أن نكون من الكافرين النعم الجاحدين الرحمة، برحمتك يا أرحم الراحمين. شرح صدورنا لذكرك ولشكرك وحسن عبادتك، وارزقنا اللهم حب رسولك الكريم المصطفى سيدنا محمد عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلوات والتسليم. اللهم ارزقنا حبه وحب آله الأطهار. اللهم ارزقنا حب رسولك وحب أصحابه أجمعين وحب الصالحين من التابعين لهم إلى يوم القيامة بإحسان يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. اللهم اجعلنا إخوانا على سرر متقابلين عندك في الآخرة على مقعد صدق عندك يا أكرم مسؤول ويا خير مامول. اللهم ألحقنا بالمصطفى في جنتك العالية. اللهم وقد حرمتنا صحبته في الدنيا فلا تحرم صحبتنا، فلا تحرمنا صحبته في الآخرة. اجعلنا على الجنان في الجنان إلى جواره بجوارك يا أكرم مسؤول يا ذا العرش العظيم. سبحانك سبحانك يا من له الاسم الأعظم، يا من له أسرار الأسماء الحسنى، يا من له الأنوار كلها، أنت النور الذي لا نور سواك. سبحانك يا نور السماوات والأرض، أنير قلوبنا بالحق، بصرنا بالحق، اجعلنا على الحق من أهل الحق،
اجعلنا برحمتك من أهلك وخاصتك. تقبل يا ربنا ضعفنا، تقبل يا ربنا فقرنا، تقبل يا ربنا فقرنا إليك. تجاوز عن تهاوننا وتكاسلنا وخموننا، تجاوز عن خطايانا. جئناك بخطايا، جئناك بقراب الأرض خطايا، فيا رب نلقنا بقرابها مغفرة ورحمة. يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، يا من تغفر الذنوب جميعا، هلكنا ووقعنا وأخطأنا وأنت التواب الرحيم. أدخلنا برحمتك في رحمتك، أدخلنا في توبتك. يا من تتوب على من تاب، تب علينا لنتوب. يا من تتوب على من تاب، تب علينا لنتوب. يا من تتوب على من تاب، تب علينا لنتوب. وعرفنا بالحق وارزقنا عزيمة العمل به، ونعوذ بك أن نكون من الكافرين. اجعلنا اللهم من الشاكرين المرحومين المذكورين عندك بخير، يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وأصحابه الأبرار، يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم وانصر ملك البلاد أمير المؤمنين محمد السادس، اللهم انصره نصرا يعزه ويرفعه. اللهم يا ربنا مكن له ولبلده بالأمن والسلام. اللهم يا ربنا وبارك في ولي عهده مولاي الحسن، وأنبته نباتا حسنا برحمتك، واجعله ربي من الصالحين المصلحين الراشدين المرشدين. اللهم اجعلنا لك شاكرين ولأنعمك ذاكرين، وتقبلنا في الأولين مع الصالحين وفي الآخرين مع الصالحين، يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.